بفريق أولمبيك صفي برسم الجولة 28 من الدوري الوطني الاحترافي. العناصر الحمراء تراهن على تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو الظفر باللقب. عن استعدادات الوداد نتابع روبورتاج جيهان جهوري. متصدر منذ الدورات الأولى للبطولة الاحترافية وصاحب هزيمتين فقط بالموسم، الوداد البيضاوي يواصل تشبثه بصدارة الترتيب ويواصل أيضا بحثه عن اللقب الذي لا تفصله عنه سوى ثلاث مباريات ومطارد متربص عنيد على بعد ثلاث نقاط فقط اسمه أولمبيك خريبكا. قبل ذلك عناصر المدرب الويلزي جون توشاك تحضر بجدية لما تبقى من عمر المنافسة، وهي التي تعيش على إيقاع فوزين متتاليين حققهما الفريق على حساب كل من الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد. وصراحة المقابلة ما غاديش تكون سهلة بحكم فريق أولمبيك أسفي عنده لاعبين شبان وعندهم يعني مدرب في المستوى. أسفي غادي يجي ما خسر ما غيخسر والو. فريق الوداد ملزم انه خصو يحقق واحد ثلاثة نقاط باش يعزز الصدارة ديالو. نتمناو ان الحضور الجماهيري ان شاء الله يعطينا واحد الدعم واحد القوة باش نحققوا واحد النتيجة ايجابية في المقابلة ديال أسفي ان شاء الله. الواك الذي حقق 14 انتصارا و11 تعادلا خلال 27 مواجهة يستضيف يوم السبت فريق أولمبيك أسفي بهدف الفوز وإضافة نقاط ثلاث تجعله يبتعد أكثر عن حسابات الجولة الأخيرة. كل المكونات فريق الوداد البيضاوي أنه طامح أنه يحقق واحد البطولة هذا الموسم، فالحمد لله اللاعبين وعاو بهذه الأمور هذه وعاو بالمسؤولية والحمد لله. فكنضرب بقاو واحد ثلاث مباريات ان شاء الله في الموسم هي اللي غادي يعني هي اللي غادي تكون المصير ديالنا ان شاء الله في هذه البطوله. ان شاء الله كنطمحوا اننا نحققوا فيها نتائج ايجابيه اللي تخلينا اننا نحققوا البطوله ان شاء الله هذا الموسم. الحصة التدريبية للوداد أعقبتها ندوة صحفية للمدرب توشاك أكد خلالها أن أمر اللقب لم يحسم بعد بالنظر لفارق النقاط عن لوسيكا، كما أشار إلى أنه يركز كثيرا على مواجهة السبت أمام لوسياس ويعتبرها مفتاح الفوز في المباراتين الأخيرتين. توشاك قال أيضا أنه يلعب كل مباراة على حدة كما خطط له بداية الموسم، وهو ما يجعل الفريق في مركزه الحالي. يبقى أن نشير إلى أن المباراة ستشكل فرصة لرد الدين أيضا بما أن الوداد خسر ذهابا بهدفين نظيفين في ملعب المسيرة بأسفي. الأمور الآن تغيرت والرهان تحقيق الانتصار قبل مباراة الموسم التي يضيف خلالها الوداد مطارده أولمبيك خريبكا.